الظروف التي عاشها الإمام العسكري كانت ظروفا حرجة جدا، كانت حرجة بالنسبة إلى نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحرجة بالنسبة إلى شيعة الإمام والموالين للإمام. في يوم من الأيام الإمام في محضر من شيعته ومواليه، فقال الإمام حديثا ربما يبدو عجيبا، هذا الكلام كما يقول الرواة كان في عام 260 هجرية، يعني في السنة التي استشهد فيها الإمام العسكري. قال الإمام: إنا أمرناكم بالتختم باليمين، ولكن الآن نأمركم بالتختم بالشمال. ليش؟ فإنه من أدل الدليل عليكم. يشوفوكم أنتم متختمين باليمين، يعرفون أنكم موالون لأهل البيت، يأخذوكم يقتلوكم. الذي يتختم باليمين جزاؤه القتل، جزاؤه السجن، جزاؤه التعذيب، هذا جزاء من يقتدي برسول الله. هذه الرواية تبين لنا جانبا من الظروف التي عاشها الإمام وعاشها الشيعة آنذاك.